ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله في الفيديو ده هنحل امتحان ماث 3 بتاع اس اس بي بتاع 2020، هما اللي بيديهم برضه دكتور اسامه عبد المقصود. فيعني يبقى كويس ان انتوا بصيتوا على الافكار اللي موجوده في الامتحان ده. اول سؤال عندنا بيقول لي يو بتساوي تان انفرس واي على اكس، وعاوز نثبت له ان اكس في يو واي ماينس واي في يو اكس الكلام ده بيساوي 1. طب السؤال ده مباشر جدا، بس كل مطلوب مني فيه ان انا اروح اجيب اليو واي واروح اجيب اليو اكس واعوض في العلاقه ديت واشوف الكلام ده يطلع بيساوي 1 ولا لا. طيب نروح نجيب اليو اكس. اول حاجه اليو اكس ده معناه ان انا اروح افاضل الداله ديت كده بالنسبه لاكس. يعني ايه افاضل بالنسبه لاكس؟ معنى ان انا افاضل بالنسبه لاكس ان انا اي متغير عندي تاني غير الاكس هعتبره كانه ثابت، فالواي دي بالنسبه لي هتبقى كانها ثابت وانا افاضل بالنسبه لاكس. طيب لما افاضل التان انفرس، تان انفرس تفاضله بيبقى 1 على 1 زائد اللي جوه التان انفرس تربيع، يبقى هو تربيع الاكس تربيع. في تفاضل اللي جوه التان انفرس تفاضل الواي على اكس، لان ده كانها ثابت على اكس، يبقى التفاضل بتاعها سالب الثابت على اكس تربيع، يبقى سالب واي على اكس تربيع. اروح اوحد مقامات، يعني هضرب فوق وتحت في اكس تربيع، هلاقي الكلام ده يطلع عندي بيساوي سالب واي على اكس تربيع زائد واي تربيع. تمام، اروح اجيب اليو واي. اليو واي برضو هفضل التان انفرس بنفس الشكل، يبقى 1 على 1 زائد اللي جوه التان انفرس تربيع. المختلف بقى عندي هيبقى في تفاضل الواي على اكس، ان انا عندي هيبقى واي على اكس، الاكس دي كانها ثابت لان انا بفضل بالنسبه للواي، هيبقى عندي 1 على اكس. برضو هوحد مقامات، هضرب فوق وتحت في اكس تربيع، هلاقي يطلع لي اكس على اكس تربيع زائد واي تربيع. كل اللي هعمله ان انا اروح اعوض في العلاقه ديت كده واشوف هل هيطلع الكلام ده بيساوي 1 ولا لا. لما اعوض في العلاقه ديت، لما اضرب اكس في يو واي هيبقى اكس في اكس على اكس تربيع زائد اكس تربيع، يطلع اكس تربيع على اكس تربيع زائد واي تربيع، ماشي. ولما اضرب واي هنا في اليو اكس هيطلع لي سالب واي تربيع على اكس تربيع زائد واي تربيع، سالب سالب هتبقى موجب، يبقى بالشكل ده هيطلع في الاخر ما بيساوي بيساوي 1، يبقى انا كده اثبتت له المطلوب. طيب تاني مطلوب عندي هنا في المساله ديت، كان بيقول لي اثبت ان اليو اكس اكس زائد اليو واي واي الكلام ده بيساوي صفر. كل اللي هعمله هتاخد اليو اكس اكس ديت تفاضلها كم مره بالنسبه للاكس، اليو واي واي دي تفاضلها كم مره بالنسبه للواي، ونشوف الكلام ده هيطلع بيساوي صفر ولا لا. لما افضل الكلام ده بالنسبه لاكس، هلاقي ان انا عندي واي سالب واي على حاجه تربيع، على حاجه سالب واي ديت بالنسبه لاكس، وانا افضل بالنسبه لاكس، فالسالب واي دي كانها ثابت. فلما قلنا لما الاقي ثابت على متغير، بيبقى التفاضل بتاعها سالب الثابت ده على اللي في البسط، على اللي في المقام تربيع، يبقى دي المقام تربيع اهو، والسالب هيضيع الثابت ده وادي الواي اهي، وهضرب في تفاضل الاكس تربيع اللي هتبقى 2 اكس. زيها بالظبط هتبقى اليو واي واي نفسها بالظبط، بس بعكس الاشاره، هتبقى سالب 2 اكس واي على اكس تربيع زائد تربيع كل تربيع. هلاقي الاثنين دولت هم زي بعض بالظبط بس بعكس الاشاره، فبالتالي لما اجمعهم على بعض هلاقي ان الكلام ده يطلع في الاخر بيساوي كام؟ بيساوي صفر. تمام؟ طيب تاني سؤال عندنا مديني معادله بيقول لي واي تربيع ماينس 4 اكس تربيع ماينس 9 زد تربيع، الكلام ده بيساوي 25. تمام؟ طيب ومطلوب مني ان انا اعرف معادله السيرف، المعادله ديت بتاعت انهي سيرفس بالظبط؟ قلنا لما الاقي عندي درجه ثانيه ومعاها درجه ثانيه بالموجب ومعاها باقي المتغيرات درجه ثانيه بس بعكس الاشاره، وهنا في حد مطلق، بعرف على طول ان ديت معادله هايبربولويد. تمام؟ بس قلنا معادله هايبربولويد لازم الحد المطلق ده يكون بيساوي 1، بالتالي هقسم المعادله كلها على 25، يبقى عندي واي تربيع على 25 ناقص اكس تربيع على 25، والاربعه ديت نزلتها تحت لان انا يستحسن عندي او بحب احسن ان انا اشوف المعاملات بتاعت الدرجه الثانيه ديت تكون 1. وهنا ناقص زد تربيع على 25 على 9، فالتسعه ديت اللي هي مقام المقام كانها بسط، يبقى انا كاني ما غيرتش حاجه في المساله. المعادله ديت كده بقت معادله هايبربولويد، بس ناقص ان انا اعرف الهايبربولويد ديت مفتوحه في انهي ناحيه. هايبربولويد وذ تو شيتس، المفروض ان انا اعرف مفتوحه في انهي ناحيه. الهايبربولويد وذ تو شيتس بيبقى مفتوح في ناحيه الدرجه الثانيه الموجبه، فهنا يبقى مفتوح في درجه في ناحيه ايه؟ في اتجاه الواي. يبقى هو هايبربولويد وذ تو شيتس ان واي دايركشن، ماشي. الفيرتكس بتاعه بيبقى عباره عن ان انا هروح احط الاكس بزيرو والزد بزيرو واشوف الواي هتطلع بكام. لما احط الاكس بزيرو يبقى الترم ده كله هيختفي، لما احط الزد بزيرو الترم ده كله هيختفي، هيطلع لي واي تربيع على 25 بيساوي 1، يبقى الواي تربيع، يبقى الواي هتطلع بتساوي موجب وسالب 5، يبقى الفيرتكس بتاعه صفر وموجب وسالب 5 وصفر. تمام، وده الرسمه بتاعته هتبقى بالمنظر ده كده اهو. جيت ده الواي، هاجي هنا عند 5 وهرسم، وهاجي هنا عند سالب 5 وهرسم. تمام، طيب السؤال اللي بعده برضو مديني معادله واي ماينس 2 زد تربيع ماينس اكس تربيع، الكلام ده بيساوي 2. طالب مني اعرف برضو دي معادله ايه. لما الاقي عندي درجه اولى مع 2 درجه ثانيه، يستحسن عندي ان انا اخلي الدرجه الاولى في طرف لوحدها والدرجه الثانيه في طرف لوحدها. فلما اظبط شكل المعادله ديت هلاقي ان الواي ناقص 2، لان انا باخد الحد المطلق مع الدرجه الاولى، بيساوي اكس تربيع زائد زد تربيع على نص، لان انا قلت لك انه يستحسن المعاملات بتاعتي تكون 1. فبالتالي لما الاقي درجه اولى في طرف والدرجه يعني الطرف الثاني فيه المتغيرين الثانيين درجه ثانيه، بعرف ان ديت معادله اليبتيك بارابولويد. تمام، الفيرتكس بتاعه بيبقى عباره عن ان انا بحط ده بزيرو واحط ده بزيرو واشوف الدرجه الاولى هيطلع بكام، فبالتالي عندي هلاقي الواي هنا هيطلع ب2، يبقى الفيرتكس بتاعه هيبقى 0 و2 و0. طبعا كل المعادلات ديت هي مباشره، تقدروا تبصوا عليها في الورق الموجود مكتوب كل المعادلات بتاعت الاشكال دي. تمام، اخر مساله عندنا في الجزء ده بيقول لي اكس بتساوي جذر 2 واي تربيع زائد زد تربيع
مطلوب مني برضه اعرف دي معادله انهي سيفس. فطبعا كل اللي هعمله اروح اربع الطرفين، هيطلع عندي اكس تربيع بتساوي 2 واي تربيع زائد زد تربيع. المعادله ديت كده من شكلها بتبقى معروف ان ديت لما الاقي درجه ثانيه في طرف ودرجتين التانيتين في الطرف الثاني بعرف ان ديت معادله كون ماشي، والكون ده لازم يبقى الاكس بوزيتيف بس، لان انا هنا ما ينفعش الجذر ده يطلع سالب، فبالتالي لازم بس اخد الاكس الايه؟ الاكس المضاعف. تمام؟ طيب السؤال اللي بعد كده مديني المعادله ديت، بيقول لي اف اكس واي بتساوي جذر 6 ناقص 2 اكس ناقص 3 واي. تمام؟ وطالب مني ان انا اجيب له الدومين بتاع الفانكشن ديت. طيب لما بلاقي عندي جذر ويطلب مني اجيب الدومين، اول خطوه بعملها دايما بيبقى معروف عندنا ان لازم اللي جوه الجذر ده يا اما يبقى اكبر من زيرو او بيساوي زيرو، ما ينفعش يكون رقم سالب. فهتاخد اللي جوه الجذر ده تقول ان هو اكبر من او بيساوي صفر. تحلل الانيكواليتي ديت، تحلل المتباينه ديت، فناتج حل المتباينه ديت بيبقى هو ده الدومين بتاعنا. طيب لما احل الشكل ده كده يبقى 2 اكس زائد 3 واي يبقى اصغر من او بيساوي 6. تمام؟ فدي ده الدومين. في حاجه اسمها الباوندر عندنا، اللي هي باخد الكلام ده كده اسويه بالرقم الموجود عندي هنا عشان اطلع لي معادله. المعادله ديت بروح ارسمها، وعلى حسب شكل المعادله ديت بعرف فين الدومين لما يطلب مني ان انا ارسمه. فلما اجي ارسم الشكل ده هتحط لي الاكس مره بصفر، لما تحط الاكس بصفر يبقى الترم ده هيروح، هيبقى الواي بكام؟ الواي هيبقى ب2، لما عندي الاكس بصفر الواي كانت ب2. طيب لما تحط لي الواي بصفر هيطلع الاكس ب3، لما الواي بصفر هات الاكس ب3، وصل يبقى ده الخط بتاعك اهو. هنا من الايكواليتي بتاعتنا كان 2 اكس زائد 3 واي اصغر من او بتساوي 6، يبقى هاخد الجزء اللي تحت المنحنى ده يبقى هو ده الدومين بتاعي. تمام؟ طيب المساله اللي بعد كده مديني، طيب نشوف المساله اللي بعد كده. بيقول لي زد بتساوي فانكشن من يو في، ما ادانيش شكل الفانكشن، وبيقول لي اليو ديت هي فانكشن من اكس واي بتساوي اي اكس ماينس بي واي، والفي هي فانكشن برضو من اكس واي بتساوي سي اكس ماينس دي واي، والاي والبي والسي ديت عباره عن ثوابت. طالب مني في المساله ديت ان انا اجيب له الزد اكس. طيب ديت عباره عن تشين رول، لان انا ما عنديش علاقه صريحه ما بين الزد والاكس او الزد والواي، فانا عندي دي تشين رول. فبروح ارسم شكل المساله بتاعتي هنا. الزد عباره عن فانكشن من يو وفي، واليو عباره عن فانكشن من اكس وواي، والفي فانكشن من اكس وواي. طيب لما اروح اجيب له الزد اكس نفهم الاول هنعمل ايه. الزد اكس انا عاوز اوصل من الزد للاكس، فانا عندي طريقين ممكن امشي فيهم. قال لك ممكن تمشي من الزد لليو، بعد كده من اليو للاكس، وبعدين او ممكن تمشي من الزد للفي ومن الفي للاكس. يعني ده معناه ايه؟ تعالى اكتب الكلام ده. قال لك هتقول ان زد يو هفضل بالنسبه للزد بالنسبه ليو مضروبه في تفاضل اليو بالنسبه للاكس اهو، ماشي؟ اللي هو مشيت من الزد لليو بعد كده من اليو للاكس، او انت تمشي من الزد للفي وبعد كده من الفي للواي اللي هو هيبقى زائد زد في في من الفي للاكس، معلش يبقى في في اكس. طيب الزد يو ما اعرفهاش لان انا عندي مش مديني شكل فانكشن، فهسيبها زي ما هي. والزد في برضو ما اعرفش شكل فانكشن، هسيبها زي ما هي. اليو اكس انا عندي اليو اهيت، هروح افضلها بالنسبه للاكس هيطلع بتساوي اي، ماشي؟ يبقى الزد يو في اي. الفي اكس هروح افضل الكلام ده بالنسبه للاكس، هلاقي الكلام ده الفي اكس يطلع بتساوي سي، انا كده جبت له الايه؟ الزد اكس. طيب بعد كده هو عاوز مني زد اكس واي، يعني عاوز مني مشتقه ثانيه. طيب انا هبدا افاضل الكلام ده كده، يعني انا معناه ان انا هاخد الكلام ده كده هفاضله بالنسبه لواي. طيب انا عشان اخد الكلام ده افاضله بالنسبه لواي، انا ما عنديش علاقه ما بين الزد والواي صريحه، يعني ده معناه ان انا برضو هضطر اخد طريقين اروح عشان اروح للواي. قال لك الزد يو ديت، ماشي؟ الزد يو ديت لو ممكن الزد ديت بدل ما دي زد ممكن تخليها زد يو، ماشي؟ الزد يو ديت مش توصل منها للواي. قال لك انت ممكن توصل لليو الاول وبعد كده من اليو تروح للواي، او ممكن توصل للفي وبعد كده من الفي تروح للواي اهو. يعني انت قال لك ممكن تروح للزد يو، ماشي؟ من زد يو تروح ليو يبقى زد يو يو، وبعد كده من اليو تروح للواي يبقى مضروب في يو واي، او تروح من الزد يو تروح للفي يبقى دي زد يو في، وبعد كده من الفي تروح للواي يبقى دي في واي. طيب اليو واي ديت احنا ممكن نفضل الكلام ده بالنسبه لله هيطلع عندي بيساوي سالب بي، والفي واي ده ممكن نفضله بالنسبه لله هيطلع عندي بيساوي سالب دي. طيب او الكلام ده الزد في ديت ممكن تشيل الزد ديت تخليها زد في، عاوز منها توصل برضو للواي. فانت ممكن توصل من الزد في لليو الاول وبعد كده من اليو توصل للواي، او توصل من الزد في للفي وبعد كده من الفي توصل برضو للواي. يعني يبقى بالشكل ده، ادي زد في هوصل من الفي من زد في ليو اهي، وبعد كده من اليو هوصل للواي يبقى ده هضرب في يو واي، او الزد في هوصل منها للفي يبقى دي زد في في، وبعد كده من الفي هوصل للواي يبقى دي زد في واي. طبعا اليو واي والفي واي برضو جبناهم بسالب بي وسالب دي، هعوض هلاقي ان الشكل ده هيطلع في الاخر زد اكس هيطلع عندي بتساوي الشكل اللي قدامي ده. تمام؟ اللي بعد كده بيقول لي اكس بتساوي ار ساين ثيتا وواي بتساوي ار كوساين ثيتا، ومطلوب مني ان انا اجيب دي اكس واي باي دي ار ثيتا. تمام؟ دي حاجه عندنا اسمها الجاكوبيان، المفروض ان انتوا درستوها. وال ثواني كده معلش،
الجاكوبيان المفروض حاجه انتوا درستوها، ان بيقول لك زد لو زد فانكشن من اكس وواي، واكس فانكشن من اس وتي، وواي فانكشن من اس وتي. فبيقول لك لو عاوز زد اكس هي عباره عن زد زد اس، معلش هي عباره عن زد اكس مضروبه في اكس اس زائد زد واي مضروبه في واي اس، والزد تي لو عاوزها عباره عن زد اكس مضروبه في اكس تي زائد زد واي في واي تي، دي اللي هي التشين رول. فقال لك انت ممكن تاخد لي الاثنين دولت كده، احنا ممكن نعيد كتابه الشكل ده كده يبقى بالمنظر ده، خد لي الزد اس والزد تي دولت في ماتريكس مع بعض، الكلام ده هيساوي تاخد لي المعاملات بتاعت الزد يبقى الاكس اس والاكس تي اهم، الواي اس والواي تي اهم، وهنا تحط لي الزد اكس واي. تمام؟ قال لك الديترمينانت ده، دي كده عباره عن ماتريسيز دي كلها مصفوفات. قال لك المحدده بتاعت الماتريكس ديت بنسميها الجاكوبيان. فلما يجي يقول لك هات لي دي اكس واي على دي اس تي، بيبقى عباره عن ان هو عباره عن ناتج حل المحدده ديت. تمام؟ هو ده اللي احنا هنعمله هنا بالظبط اهو. هو عاوز الدي اكس واي على دي ار ثيتا، فانا رحت خدت المعاملات بتاعت الار اهي بالنسبه للاكس اهي اللي هي ساين ثيتا، فضلت ده مره بالنسبه للار وفضلت ده مره بالنسبه لثيتا اهو، وهنا جيت خدت ده كده الواي فضلتها مره بالنسبه للار بقت كوزين ثيتا، وفضلتها مره بالنسبه لثيتا بقت سالب ار ساين ثيتا. لما احل المحدده ديت هضرب ده في ده هيطلع لي سالب ار ساين تربيع، ناقص ده في ده هيطلع لي ار كوزين تربيع. لما اجمع اخد ار سالب ار عامل مشترك هيفضل لي ساين تربيع زائد كوزين تربيع اللي هي بواحد، يبقى الشكل ده يطلع في الاخر بيساوي كام؟ سالب ار. طيب تاني مطلوب عندي في المساله كان بيقول لي هات لي دي اكس واي باي دي ثيتا ار، هنا كان دي ار ثيتا ماشي، هنا كانت دي ار ثيتا، هنا كانت دي ار ثيتا، هنا غيرها لي خلاها لي دي ثيتا ار. تمام؟ دي ثيتا ار قال لك لما تغير لي مكان ترتيب حاجه من دولت، كل اللي تعمله انت بس تروح هنا دي على دي تقوم غير الاشاره بتاعتها، فبالتالي الكلام ده يطلع ان هو بيساوي ار. تالت مطلوب في المساله بيقول لي هات لي دي ار ثيتا باي دي اكس واي، اللي هو خد الشكل ده كده قلبه، فبالتالي الناتج برضه هيبقى عباره عن ان انا هاخد بس مقلوب الشكل ده اللي هو هيبقى سالب واحد على ار. تمام؟ طيب المساله اللي بعد كده مديني معادله بيقول لي 2 اكس تربيع زائد واي تربيع بتساوي 4 زد تربيع زائد 1. مطلوب مني ان انا اجيب له الدي واي باي دي اكس، بس هو طالب مني ان انا اجيبها له بطريقه البارشال ديفرنشيشن مش بطريقه الامبليسيت، مش بالتفاضل الضمني، يعني ما راحش فاضل ده ضمنيا واجيب له الدي واي باي دي اكس، لا قال لك بطريقه التفاضل البارشال ديفرنشيشن. طيب كل اللي نعمله ان احنا قلنا لازم عشان اشتغل بطريقه البارشال ديفرنشيشن لازم يكون عندي معادله بتساوي رقم، فبالتالي كل اللي هعمله انا هدخل ال 4 زد تربيع ديت هنا، هيبقى عندي 2 اكس تربيع زائد واي تربيع ناقص 4 زد تربيع، الكلام ده هيساوي كام؟ الكلام ده هيساوي 1. طيب وبعدين؟ قال لك خطواتنا ثابته، ان انا بروح اقول له ليت بفرض ان ال W بتساوي فانكشن من اكس واي وزد اللي هي الفانكشن ديت، فبالتالي لما اجي اجيب الدي واي باي دي اكس هتبقى عباره عن سالب التفاضل بالنسبه لاكس على التفاضل بالنسبه لواي. لما فاضل المعادله ديت كده بالنسبه لاكس تطلع لي المفروض المعادله ديت كده بالنسبه لاكس هتطلع المفروض تبقى 4 اكس ماشي على 2 واي، معلش هنا ديت المفروض تبقى 4، فبالتالي المفروض الكلام ده يطلع سالب 2 اكس على واي مش سالب اكس على واي ماشي، معلش دي غلطه. طيب المساله اللي بعد كده بيقول لي زد بتساوي اكس مضروبه فيه 3 ماينس اكس تربيع ماينس واي تربيع ماشي، ولما اضرب الكلام ده كده هيبقى 3 اكس ماينس اكس تكعيب ماينس اكس واي تربيع، ومطلوب مني ان انا اجيب له الكريتيكال بوينتس واحدد نوع كل واحده فيهم. طيب قلنا بنعمل عشان نجيب الكريتيكال بوينتس، بنروح نجيب الزد اكس، يبقى الزد اكس هتساوي فاضل الكلام ده بالنسبه لاكس تبقى 3 ناقص 3 اكس تربيع ناقص واي تربيع ماشي، واساوي الكلام ده بالصفر، واروح اجيب الزد واي هتبقى لما فاضل بالنسبه لواي هيبقى عباره عن سالب 2 اكس واي واساوي بالصفر، واشوف احل المعادلتين دولت مع بعض اطلع النقط بتاعتي. طيب لما عندي المعادله ديت كده سالب 2 اكس واي بتساوي صفر، ده معناه ان الاكس بتساوي صفر والواي بتساوي صفر، يعني هنا من عندي المعادله 2 ديت عندي اكس طلعت بتساوي صفر وواي بتساوي صفر، هاخد القيم بتاعت اكس بتساوي صفر وواي بتساوي صفر ديت اروح اعوض بيها في معادله واحد. لما اعوض باكس بتساوي صفر في معادله واحد ديت هلاقي ان الواي عندي تطلع بتساوي موجب او سالب جذر 3، لما اعوض عن واي بتساوي صفر في معادله واحد هلاقي ان الاكس بتاعتي تطلع بتساوي موجب او سالب 1، يبقى انا كده عندي الكريتيكال بوينتس بتاعتي هي عباره عن 0 مع موجب جذر 3 و0 مع سالب جذر 3، وعندي اللي هي الواحد مع الصفر سالب 1 مع صفر. بعد كده كنا بنروح نجيب الزد اكس اكس، الزد اكس اكس عندي هنا هتطلع من هنا كده هتبقى عباره عن سالب 6 اكس ماشي، الزد واي واي لما اروح اجيبها من الكلام ده هتطلع ان هي بتساوي سالب 2 اكس، والزد اكس واي لو رحت جبتها من هنا واحده فيهم احسن لي ان انا اجيبها من هنا هتطلع ان هي بتساوي سالب 2 واي. طيب بعد كده بنروح ان احنا نرسم الجدول بتاعنا ماشي، ادي الجدول بتاعنا بنبدا نجهزه اهو، كريتيكال الجدول بتاعنا بكتب الكريتيكال بوينتس، اروح اجيب الزد اكس اكس عند كل نقطه، اجيب الزد واي عند كل نقطه، اجيب الزد اكس واي عند كل نقطه، اروح اجيب الدي وعلى حسب بعد كده اشوف النوع النقطه دي هتبقى ايه.
عند نقطة صفر وجذر تلاتة هلاقي ان الزد اكس هتطلع بتساوي صفر، زد اكس اكس. النقطة زد واي واي برضو هلاقي انها هتطلع بتساوي صفر. زد اكس واي هلاقي انها هتطلع بتساوي سالب اتنين جذر تلاتة. الدي بتاعتي، الدي بتاعتي انا افتكر القانون بتاع الدي، القانون بتاع الدي كان بيقول لي زد اكس اكس مضروبة في زد واي واي بيساوي ناقص زد اكس واي الكل تربيع، الكلام ده بيساوي الدي. تمام، هروح اخد القيم دي اتعوض بيها هنا واشوف الدي دي هيطلع اكبر من صفر ولا اصغر من صفر. لما اعوض هنا الاقي ان الدي ده هيطلع اصغر من صفر، فبالتالي لما يطلع ده اصغر من صفر يبقى النيتشر بتاعت البوينت ديت هتبقى سادل بوينت. هروح اكمل الجدول بتاعي بنفس المنظر بالظبط، هلاقي انه هيطلع لي برده النقطه صفر وسالب جذر 3 هتبقى سادل لان الدي اصغر من صفر. هلاقي هنا ان عند النقطه 1 وصفر ان الدي اكبر من صفر، فبالتالي هروح اشوف الزد اكس اكس وزد واي واي لو الاثنين طلعوا سالبين، طبعا الاثنين عندي هنا بالسالب يبقى ديت ماكسيمم، هنا برده اكبر من صفر بس طالما الاثنين عندي دولت بالموجب يبقى الزد النقطه ديت مينيمم. تمام،